الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم دايما على زيادة الانتاج، ده هدف الدولة في هذه المرحلة. القيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح بنفسه بيتابع ملف زيادة الانتاج خصوصا القطاع الزراعي، لان الامن القومي الغذائي للمصريين مهم جدا، هو خط الدفاع الاول ان انت توفر احتياجاتك. في تحديات كتيرة جدا بتقابل القطاع الزراعي. اول هذه التحديات الزيادة السكانية. الزيادة السكانية في ظل محدودية الموارد، اراضينا الزراعية ثابتة، مساحة الدولة المصرية ثابتة، الاتجاه زراعة الصحراء. زراعة الصحراء ما هياش مستحيلة، ولكنها بتحتاج إمكانيات كبيرة جدا، تحتاج معلومة دقيقة، تحتاج كوادر، ولكنها ناجحة وتستطيع أن تؤمن الغذاء للمصريين. التحدي الآخر هو المياه ونوعية المياه. مياه النيل، حصة مصر ثابتة من مياه نهر النيل. المياه أو مياه الآبار في الأراضي الصحراوية بتعتبر نسبة الملوحة مرتفعة، وبالتالي بتؤثر على كمية الإنتاج. الحل في إدارة سليمة لهذه المنظومة، إدارة مواردنا. علشان ندير هذه الموارد لازم نستخدم العلم ونشوف أنسب طريقة نقدر نزود بها إنتاجنا بنفس الكمية، بنفس كمية المياه، بنفس نسبة الأراضي الزراعية. والأهم توفير غذاء آمن، آمن لصحة المصريين، وآمن علشان فائض التصدير نقدر ان احنا نصدره، وان يكون في ميزة نسبية لتصديرنا في الجودة وفي التوقيت. وجزئية التوقيت دي مهمة جدا، لان دي الجزئية اللي احنا بنقدر ننطلق من خلالها للأسواق الخارجية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مشروع من اهم المشاريع في هذه المرحلة، زراعة 100,000 فدان صوب زراعية. الرقم ده ما هوش بسيط، لان 100,000 فدان صوب زراعية، وفي بعض الأحيان الفدان يصل صوب زراعية لأربع صوب في الفدان الواحد، وتكلفة إنشاء هذه الصوب وإدارة العمل داخل الصوب الزراعية والتحكم في المحاصيل وفي إنتاجها وفي توقيتاتها، ده كله مهم جدا وبيحتاج خبرات وتقنيات حديثة. الحمد لله مصر فيها العلماء وفيها رجال مخلصين بيحبوا البلد وعارفين يعني إيه أهمية الإنتاج. انطلق هذا المشروع، أنا فخور بيه جدا، وكل مواطن لازم يبقى عارف يعني ايه صوبة زراعية، لان الموضوع النهاردة ما بيهمنيش انا لوحدي كاعلام، وما بيهمش المعنيين بالزراعة، لا ده بيهم المواطن اللي بياكل كل يوم الصبح فطاره وغداه وعشاه من ارض مصر من خيرها. يعني ايه صوبة زراعية؟ ايه الفوائد من الزراعات المحمية؟ انا بيشرفني النهاردة وجود المهندس اشرف محمد فؤاد، مساعد رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية. انا برحب بحضرتك فيه. اهلا وسهلا. الزراعة المحمية هي قاطرة التنمية. يعني ايه زراعة محمية؟ لان الناس لغاية النهاردة المواطن العادي يقول لك صوبة، طب ايه لازمة الصوبة؟ يعني ايه زراعة محمية؟ احنا عايزين نوسع مفهوم الزراعة المحمية، ما هياش بتعادل كلمة صوبة. حماية الزراعة بدأت من زمان في حاجات كتيرة جدا، لما كان الفلاح بيعمل التعريشة حوالين الطماطم بالقش عشان يحميها من الرياح ومن البرودة، لما بعد كده بنعمل اللو تانل اللي هو بتاع الاوقات البارده جدا بيبقى تحت طماطم او فراوله او كنتالوب، وبعدين في الصوب اللي هي اللو الصوب المنخفضه العاديه، لغايه ما وصلنا للصوب اللي هي كامله التحكم او عاليه التحكم. فكلمه حمايه الزراعه ما هياش مجرد الصوب، اما بنعمل اكياب حوالين المانجا ما ده حمايه للزراعه، اي نوع من الحمايه. لكن التقنيات العالية جدا اللي هي الصوب الزراعية عالية التحكم دي بتفيد في حاجة مهمة جدا، مش بس الحماية من الظروف الجوية، لكن برضو من الحشرات ومن الفيروس ومن أمراض النبات، وبتقلل استهلاك المياه، فأصبح الفوائد بتاعتها كبيرة جدا. لكن يعني مش عايز أسبق الحديث، لأن أنا يعني متحمس أقول على حاجة مهمة جدا، مفيش ارتباط بين الصوبة الزراعية والتلوث بالمبيدات او لا، دي جزئيه، ده جزئيه تانية هتكلم فيها باستفاضه. بس رقم 100,000 فدان صوب زراعيه ده رقم كبير جدا، ان احنا نشرحه لان انا لو عندي فدان وهعمل فيه صوب زراعيه ده محتاج امكانيات كبيره. تمام. فما بالنا ب 100,000 فدان، اماكن انشائهم نفذنا منهم ايه حتى الان؟ لان انا عارف ان في مجهود كبير جدا واسراع الخطى في تنفيذ هذا المشروع. الكلمه السحريه فيها الاجابه على هذا السؤال كلمه واحده بس، القوات المسلحه.
تمام. ما كانش ممكن يتم إنشاء المشروع بالمعدلات السريعة دي وبالأداء القوي ده بدون الاستعانة بالقوات المسلحة، لأن لو حضرتك ذكرت قطرة التنمية، لا هي قطرة التنمية هي القوات المسلحة، مش بس الزراعة. القوة في الأداء والإمكانيات العالية جدا والجدية وسباق الزمن واختيار القيادات ده شيء مهم جدا جدا، وده اللي حصل. يعني القيادة السياسية اختارت اللي هو محمد عبد الحي محمود رئيس مجلس إدارة الشركة، يعني مفيش مجال للمجاملة، لكن يعني قدرة عالية جدا جدا على قيادة المجموعة والأداء والمتابعة. أيوة. والمجموعة اللي موجودة معاه طبعا مجموعة من القيادات عالية جدا والاستشاريين الزراعيين، فتم تهيئة هيكل إداري ووظيفي للشركة مكنتنا من احنا نوصل للأداء السريع. يعني احنا بنسابق الزمن في أوقات قياسية جدا، والناس بتشتغل يعني عدد ساعات في اليوم غير متواجد في أي مكان تاني. سيادة اللواء محمد عبد الحي كان في مؤتمر من أسبوع قال أنا بشتغل 20 ساعة. بالظبط بالظبط، يعني انا كنت أيوة. حاضر وسمعتها. أيوة. قال انا بشتغل 20 ساعه بالزبط. عايزين نعرف الاماكن اللي تم تنفيذه، لكن بعد الفاصل. تمام. برحب بحضراتكم مره اخرى في زراعي مباشر. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الصوب الزراعيه، مشروع ال 100,000 فدان صوب زراعيه. انا ما بقولش 100,000 صوب، انا بقول 100,000 فدان. ابتدينا ننفذ، نفذنا قد ايه الوقت الزمني المحدد للانتهاء من هذا المشروع؟ احنا عندنا اربع مواقع حاليا، موقع الامل وده شرق قناة السويس في الأمطارة شرق، ده اول موقع تم انشاؤه. بعد كده في موقع في منطقة الحمام بجوار قاعدة محمد نجيب العسكرية، ده موقع، الموقع ده فيه صوب جاية من اسبانيا مستوردة من شركة اسبانية، وتم عمل هندسه عكسيه لمعدات الصوب وتركيبات الصوب دي بحيث ان احنا بننشئ صوب مماثله ليها حوالي 1000 صوبه في نفس المكان. أيوة. الصوبه دي مساحتها يعني تقارب الثلاث فدادين. الصوبه الواحده؟ في ثلاث انماط من الصوب، الصوبه الهاي تكنولوجي ودي فيها كل متطلبات الصوبه من تهويه، تظليل، تدفئه. الصوب دي اللي هي مساحتها ثلاث فدادين تقريبا، في مثيله ليها في المساحه لكن اقل في الامكانيات، في الامكانيات او التجهيزات نفسها، الميديوم تكنولوجي. ايوه. في بعد كده بقى النت هاوس ده 50,000 متر مربع، يعني حوالي 5 هكتار. دي الانماط الثلاثه اللي موجوده في منطقه الحمام. تمام. بعد كده في منطقه العاشر من رمضان 600 صوبه، الصوبه 2 فدان ونص. في بعد كده منطقة أبو سلطان فيها حوالي 12,000 فدان، دي يعتبر حاليا المشروع الكبير عندنا. في اللاهون تحت الإنشاء بدأنا تدشينه في الافتتاح اللي فات وإحنا بنفتتح العاشر من رمضان بس، وبعدين هتيجي المشروعات تباعا. يعني إحنا اللي عاملينه لغاية دلوقتي يعادل مثلا في خلال، إحنا بدأت الشركة الوطنية أول 12/2016، يعني نكاد نقارب حوالي 20% من ال 100,000 فدان. 20% تقريبا في هذه الفتره. تقريبا. سيناء موضوع لها بعض الاماكن اللي احنا ننفذ فيها مشاريع. بالفعل عندنا موقع الامل في أيوة. شرق القناه. بس المواقع اللي هتيجي بعد كده بتدرس، يعني احنا بننهي اللي احنا شغالين فيه وبيتم اختيار مواقع بعد كده ليها اعتبارات كتيره جدا ما نقدرش نقولها يعني او نوجزها. يعني لسه دي هيتم الاعلان عنها ان شاء الله. طبعا، يعني بقيه ال 100,000 فدان هيتم استكمالهم ان شاء الله. اداره الصوب بتحتاج عماله مدربه. تمام. القطاع الخاص بنفسه حتى هذه اللحظه لما بيجي اتكلم معاهم بيقولوا لي المشاريع بتاعتنا بنضطر نستورد لها عماله من الخارج. احنا العماله بتاعتنا منين؟ مين اللي بيشتغل في الصوب؟ العماله بتاعتنا عماله مصريه. يعني مش عايز اتطرق لموضوع توفير فرص العمل لان يمكن مش ده السؤال، بس بنعين اعداد كبيره جدا بيتم تثبيتهم. القطاع الخاص عاده بيشغل عماله مؤقته باليوميه، لا احنا عندنا العماله مثبته برواتب بتامينات كل العماله حتى اللي بيشتغلوا جوه الصوب. تمام. العامل العادي كل دول مثبتين برواتب معقوله، بيتوفر لهم في بعض الاماكن بيحتاج لمواصلات، بيتوفر لهم مواصلات عشان تقربهم او توديهم اماكن سكنهم، بيبقوا من اقرب القرى. الخبره انا بدي له خبره ازاي؟ بيتم الحقهم في دورات تدريبيه عندكم؟ طبعا دورات تدريبيه، وعندنا طقم المهندسين والاستشاريين ناس طبعا عندهم خبره جامده جدا وبيتم تدريب الناس دي.
تمام. بالنسبه لانواع المحاصيل المستهدفه زراعتها، اكيد في تركيبه محصوليه احنا مخططين لها، هنزرع ايه بالظبط علشان يا اما للسوق المحلي او للتصدير. احنا بدينا نصدر من الداخل انتاج هذه الصور، في مصدرين خدوا من عندنا منتج وصدروه. ايوه بامان تام يعني بس بكميات صغيره، لانها بنستهدف السوق المحلي في المقام الاول، وخصوصا يعني المحصول الرئيسي عندنا هو الطماطم. ايوه حاليا في الفتره الحاليه بدات عربيات او عربيات الشركه نفسها بتجوب مناطق القاهره وبتسوق المنتج، طماطم فلفل الوان خيار، في برضو عندنا الطماطم الشيري مطلوبه في بعض الاسواق. فبنستهدف الحقيقه المواطن في الدرجه الاولى، من عشان من يعني مش عايز ادخل في موضوع تاني اللي هو موضوع سلامه الغذاء او لا ده موضوع مهم، لان اقول على حضرتك على حاجه في كلمه درجه الناس يقول لك لا الخيار ده خيار صوبه، مع ان المنتج داخل الصوبه المفروض ان هو مراقب اكثر امانا ومتابع من المنتج المفتوح. عايزين نوضح جزئين، احنا عليك في الصوبه بديهي يعني ببساطه شديده المنتج محمي من حصول انه يحصل اي كونتامينيشن مع مواد كيماويه خارجيه او حاجه زي كده، بالاضافه لمنع دخول الحشرات والفيروس، لان في يعني مواد منع لدخولها شبك وحاجات زي كده، وبالتالي انا بستخدم في امان حيوي داخل الصوبه. وبالتالي انا بستخدم مبيد اقل، ده المنطق بقى، مش المنطق ان الصوبه فيها مبيدات اكتر. ايوه لا ده المنطق بيقول ان انا في الصوبه بستخدم مبيدات بكميات اقل، بالاضافه طبعا لتقليل استهلاك الميه وبالتالي تقليل استخدام الاسمده الكيماويه. ايوه لان المحلول السمادي ده عباره عن تركيز املاح او اسمده في ميه، المياه دي لما تقل كميتها ونفس التركيز يبقى انا بستخدم اسمده اقل. فالصوبه دي ميزه مش عكس ما ناس كتيره بتقول يعني. تمام. امنه من الا اذا واحد استخدم او اشتغل غلط، لكن احنا الحمد لله في رقابه شديده جدا، في بروتوكول يعني مزمع الانتهاء منه مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات الدكتور اشرف المرصفي، هيكون في تعاون تام بيننا وبينهم لمزيد من الرقابة على أو للتحكم في استخدام المبيدات، وبالتالي نبقى واثقين من كل منتج بيطلع للسوق المحلي قبل التصدير. تمام. عكس ما ناس كتير بتقول. معنا الدكتور أشرف المرصفي دلوقتي نكلمه علشان نتكلم معاه عن البروتوكول ده لأنه هيبقى مهم. بالنسبة للأمان الحيوي داخل الصوبة ده بيرجع لعدة نقاط، أهمها إنشاء الصوبة نفسها. إحنا لما جينا ننفذ الصوب دي استعنا بخبرات أجنبية ولا إحنا ابتدينا والمواد الخام بتاعتها، لان هي محتاجه تقنيه متقدمه شويه. تمام. هي الحكايه دي اتعملت بطريقه يعني بروفيشنال جدا، ان احنا عملنا تعاقد مع شركه اسبانيه واستوردنا الصوب منها الدفعه الاولى، وفي نفس التوقيت من ضمن التعاقد معاهم كان في اتفاق على انهم يدونا التكنيكال نو هاو بتاع التصنيع. واتعمل عندنا اداره هندسيه طبعا قويه جدا، معروف القوات المسلحه القطاعات الهندسيه فيها مهارات عاليه جدا، قدروا ان هم يوظفوا ده مع مصانع مصريه، واتعمل تحالف من المصانع المصريه لانتاج صوبه مصريه شبيهه بالظبط، ودي تم انشائها بالفعل وجاري انتهاء من 1000 صوبه تصنيع مصري بالكامل بنفس الجوده ونفس مواصفات الصوبه الاسبانيه. أيوه. اللي هي تعتبر من اعلى الصوب في العالم، يعني من اعلى الدول اللي بتعمل صوبات. بعد كده في موقع العاشر من رمضان وابو سلطان استعنا بالخبرات الصينيه، وطبعا كل الشركات دي خبراء بتوعها موجودين اشراف على عمليات التركيب، وهيبقى في مستشارين لعمليات الزراعه نفسها. ايوه فالموضوع ماشي فعلا بالشكل اللي حضرتك توقعته، نقل تكنولوجيا نقل خبرات وفي نفس الوقت تصنيع محلي عشان ندخل في دور الانتاج او التصنيع، مش بس استيراد الصوب والتكنولوجيا. بالنسبه للصوب احنا عندنا اكتر من طريقه للتغطيه، يعني في الصوب الزجاجيه، في البلاستيكيه، في اللي هي بتبقى بالنوع من التل اسمه. تمام. فاحنا شغالين بايه، لان خصوصا ان احنا عندنا الاجريل لسيادتك اللي تقصده بالاجريل. فاحنا عندنا اماكن فيها درجات حراره يا اما مرتفعه جدا في الصيف، يا اما فيها في فصل الشتاء خصوصا رياح وعواصف، فاحنا علشان نصمم صوبه هنصرف عليها تكلفه كبيره، محتاجه مواد تتحمل. هو اختيار نوع التغطيه للصوبه مرهون بعده اشياء. اولا ظروف مصر الجويه ما تحتاجش اكتر من ودي اللي اتدرست كويس جدا قبل ما نبدا، ظروف مصر الجويه ما تستدعيش ان انا اعمل صوبه زجاجيه. ايوه تكلفه ما لا. هم في هولندا بيعملوا صوب انا شفتها طبعا كتير هناك زجاجيه، لان عنده درجه الحراره بتبقى 5 و6 تحت الصفر واكتر يمكن. أيوه. لا احنا هنا ظروف، انا عندي احتياجات حراريه للنبات،
بشوف ايه المتوفر منها واكمل عليه بالتكنولوجيا او بالاضافات. في ظروفنا احنا لا نحتاج اكتر من الصوب البلاستيكيه، بس بلاستيك من نوع معين تظليل، لان انا عندي العكس بقى، لما الحراره العاليه بتحتاج تظليل لتقليل ال، وتحتاج تهويه في الصيف، والتهويه طبعا موجوده بنظام اوتوماتيكي، يعني الصوب بتفتح اوتوماتيكيا او بعض الصوب يدويا، لكن بنظام اللي هو السن منشار او بنظام الفراشه باترفلاي. الفراشه دي موجوده عندنا في موقع الحمام اللي هو قاعه محمد نجيب، والسن منشار موجود في العاشر من رمضان وابو سلطان. تمام. النظامين بيوفروا التهويه جيده جدا، بيعمل دوره تهويه كامله جوه الصوبه، ما بيقابلناش فيها اي مشكله. حضرتك ذكرت منطقه الحمام، ودي نموذج للاراضي الزراعيه المستهدفه حاليا الصحراويه، فنسبه الملوحه في المياه ما بتبقاش مشكله في الزراعه داخل الصوب؟ والله احنا الموقعين عندنا بيرووا بميه النيل. النيل. لكن لو حضرتك بتتكلم عن ملوحه الميه فانا ما عنديش مشكله، ميه النيل موجوده. ليه بقى؟ لان انا بستخدم كميات ميه قليله جدا. ايوه. الصوبه بتستخدم حوالي خمس ميه الري في الارض المفتوحه لو الاثنين تنقيط. خمس. خمس كميه الميه تقريبا. يعني لو 30 متر مكعب ميه في الفدان المكشوف انا بستخدم 5 متر مكعب في الصوبه. لكن اللي عايز اقوله ان بالنسبه لموضوع الملوحه، لو انا الارض عندي فيها ملوحه فاحنا سبقنا بحاجه كويسه جدا، يمكن في ناس عملتها بس احنا عملناها على نطاق واسع شويه، اللي هو الارتفيشال سويل او السبستريت، اللي هي التربه البديله. التربه البديله في مخدات. طبعا هنا بيقل بقى استخدام الميه كمان اكتر بكتير. أيوة. لاني بشتغل في حيز مغلق، وبعدين لو استخدمت نظام مغلق للري نفسه بحيث الميه دي بيتم صرفها وتجميعها في احواض واعاده تعديل التركيز الاملاح فيها والاسمده واعداد استخدامها تاني، هنا هوصل لاستخدام ميه اقل ما يمكن بكتير. واحنا فعلا بدانا في استخدام الري داخل المخدات دي او الارتفيشال سويل، وهيبدا برضو عمل موضوع الدوره المغلقه للري. فيعني هو ده المستهدف، تقليل استهلاك المياه بالنسبه ده. احنا كده احنا كلامنا كله ازاي نزود مساحه الاراضي المنزرعه، ازاي نزود ونوفر في انتاجنا من المحاصيل المختلفه واحنا نسبتنا من المياه ثابته. فانا النهارده الصوبه الزراعيه بتستهلك خمس ما يستهلكه الفدان المكشوف بالنسبه لكميه الميه. تمام. فانا النهارده هقدر ان انا يبقى عندي فائض في المياه اتوسع في الزراعات المختلفه. ده اللي بيحصل فعلا. بالنسبه للانتاج عاوز اشرح، لو انا عندي فدان خيار زرع خيار مكشوف وفدان صوب او صوبه حجمها مساحتها فدان، انتاجها قد ايه من الخيار مقارنه؟ هو المتر مكعب داخل الصوب عندنا مثلا في الخيار بيجيب مثلا في حدود 12 كيلو. ايوه. هو او يعني هو الفدان عموما الفدان يجيب قد ايه؟ الفدان يجيب مثلا في 12 100 طن. الفدان يجيب 100 طن. 100 طن. الفدان يعمل حوالي 100 طن للمحميه. للمحميه. الارض المكشوفه طبعا اصناف بس مختلفه عشان ما نظلمش الفدان العادي، ما بتستخدمش في نوعيه البذره دي. ايوه. لان احنا بنستخدم نوعيه بذره هجين ليها مواصفات معينه، بس يعني البذره او السلاله او العامل الوراثي بيأثر عاده بنسبه 25% في 75% في الانتاجيه. ال 25% بتبقى معاملات زراعيه. معاملات زراعيه. فدي ده منظومه ودي منظومه ثانيه خالص. أيوة. طبعا في الارض المكشوفه بتقل كتير جدا الفدان، يعني ما بتعداش ال 20 طن 25 طن. احنا هنا عندنا طبعا فرق كبير جدا. فرق كبير طبعا. ده غير الجوده، ده غير المواصفه كمان، مش كميه وبس، مواصفه المنتج جوه الصوب يختلف تماما عنه في المنتج اللي بيقولوا عليه البلدي، يعني اللي هو الناس بتقول خيار بلدي. هو البلدي في الزراعه مش في الصنف نفسه. لا في الصنف. لان وفي الصنف. وفي الصنف نفسه. البذره دي تختلف عن دي تماما. البذره مختلفه. دي بذره هجين ودي بذره عاديه، يعني ما هياش منتجه تحت كنترول معين للحفاظ على مواصفات الصنف. احنا النهارده سياسه الدوله ان احنا نتوسع في انتاج البذور والتقاوي علشان نقدر نزرع ونشتغل، هل تم تخصيص جزء من هذه المساحات بالنسبه للصوب ننتج فيه تقاوي؟ لو حصل ان في اي عروض للمشروع ده احنا جاهزين للتعامل معاها يعني، لكن المواضيع دي كلها لسه تحت الدراسه. لسه تحت الدراسه. مفيش حاجه ممكن تتقال دلوقتي يعني. مستقبل هذا المشروع، هل ترى ان هو ممكن ينتشر لاكثر من 100,000 فدان؟ ممكن تكون دي المرحله الاولى؟ احنا يعني بنفكر حاليا في المرحله الحاليه. ايوه. وبنسابق الزمن عشان يعني نوصل فيها لنتيجه.
لو حصل طبعا رغبه من القياده السياسيه بعد كده في التواصل، لان ده بيحكمه عوامل كتيره جدا واستراتيجيات او سياسه دوله. ايوه فما اقدرش نجاوب عليه السؤال ده دلوقتي لان ليه محددات تانيه كتيره جدا. أيوة. بناء على تجربه ال 100,000 فدان هيتم اكيد دراسه. أيوة. الموقف. كان في بعض المشاركات من المتخصصين في الزراعه زي حضرتك ذكرت على سبيل المثال الدكتور عادل الغندور. تمام. احنا بنكلم الدكتور اشرف تقريبا هو في اجتماع ما بيردش، ممكن نكلم الدكتور عادل الغندور برضو لان كان ليه وجهه نظر جميله جدا في هذا المشروع. استاذنا علمائنا واساتذتنا رايهم ايه ومدى تعاونهم مع حضراتكم؟ هو طبعا حضرتك ذكرت اسمين من اعلام الزراعه في مصر كان ليهم دور او كان ليهم تعاون وعرضوا واجتمعنا معاهم. دكتور عادل الغندور زارنا اكتر من مره وقعدنا معاه وحصل توافق كبير جدا في الاراء وادى اراء كويسه جدا. الدكتور اشرف المرصفي كنا في اجتماع عنده من حوالي 10 ايام وتم الاتفاق على بروتوكول تعاون وبيتكتب حاليا وبيتعرض انه هيبقى فيه بروتوكول تعاون بيننا وبين المعمل المركزي. الهدف منه ايه؟ الهدف منه السيطره على المنتج عندنا بشكل اقوى من اللي بيحصل في الشركات الخارجيه. يعني الشركات الخارجيه لما بتيجي تصدر بس بتروح تحلل عينه لمجرد ان هي تاخد الاوراق او مستندات التصدير. تمام. لا احنا بعمل كنترول على المنتج في جميع مراحله بتحاليل ممكن اضمن بيها ان المنتج اللي طالع للسوق المحلي عليه نفس الكنترول اللي بيحصل للمنتج التصديري. أيوة. ودي على فكره خطوه جديده وغير مسبوقه. أيوة. مفيش حد عمل كده للسوق المحلي. يعني يهمني صحه المواطن. المواطن في المقام. أيوة. الاول. الحاجة التانية انه هيتم يعمل برنامج تدريب للعاملين عندنا في الشركة. حاجات كتيرة. الحاجة اللي هقولها دلوقتي اعتبرها مفاجأة للبرنامج، يعني ان احنا بصدد عمل معمل مماثل بالتعاون مع المعمل. معمل مماثل بالتعاون مع المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات. وده هيحتاج يعني بعض المعايير الدولية وبعض الموافقات الاكريديتيشن يعني وشهادات وحاجات زي كده. الموضوع لسه بيدرس لكن في نية لعمل هذا. لا هو بدأ من نية متوفرة هيبقى هيتحقق لان انا شايف حضراتكم بتشتغلوا يعني كل قوة المسلحة لما بتنوي حاجة بإذن الله طبعا بتنفذها ان شاء الله. لانه ما طيب معايا الحاج منصور من الدقهلية. اتفضل. ماشي ماشي. اتفضل يا فندم. الو. اتفضل يا حضرتك على الهواء. اتفضل. ايوه السلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة للرز، الرز ينفع في الصوب ولا لا؟ تمام. بشكرك يا حاج منصور. حاجة منصور بيسأل سؤال متخصص شوية فده يعني بيقول انا عايز ازرع رز في الصوبة. ده مش مجالنا احنا، مجالنا دلوقتي انشاء الصوب الزراعية. الهدف منها ازاي ان هي تقدر تحقق لنا اعلى انتاجية بنفس كمية المية. بشكرك يا حاجة منصور. مصر فيها علماء وبيحبوا البلد. حضرتك كلمتني على الخيار مثلا وقلنا مثال ان احنا عندنا اصناف بتدي انتاجية اعلى بنسبة 80% حسب المقارنة اللي احنا عملناها السريعة. تعاونكم مع القطاع الخاص بحيث ان احنا نستفيد من الخبرات السابقه لان القطاع الخاص فعلا كان ناجح في هذا المجال. ده تم. احنا في عقود بالفعل جاريه وبتتنفذ حاليا مع بعض شركات القطاع الخاص بالزراعه المشتركه. أي. يعني هو بيزرع عندي مثلا في قطاع العشر من رمضان والحمام وقطاع محمد نجيب بيزرعوا كميات كبيره من الفاصوليا للتصدير. شركات بدون ذكر اسماء وبتزرع وبتاخد وبتصدر حاليا. حضرتك سالتني بنصدر ولا يعني احنا بتيجي الشركات تتعاقد ان هي هتاخد تعاقدت وزرعه بالفعل وبتصدر هي اللي بتزرع بقى بنفسها داخل لا احنا اللي بنزرع فهم. حضراتكم هو تحت اشرافكم نوع معين من الاتفاق. ايوه احنا بننفذه هم بيبقى فيه اتفاق تجاري. هي دي جميله جدا لان دي هي نوع من الزراعه التعاقديه اللي الدوله بتسعى جاهدا ان هي تنفذها دلوقتي. انتوا سبقتوا وبالتالي بنصدر. يعني احنا نعتبر ده كله ده تصدير بس ده في بعض مش نشاطنا الاساسي. ده في بعض المناطق تعاقدات مع هذه الشركات اللي بتزرع عندنا للتصدير. تمام. وعندنا محطة الفرز والتعبئة في العاشر من رمضان اللي بدأت شغلها دي بتعمل عملية الفرز والتعبئة ليهم. طبعا دي محطة تعتبر اكبر محطة خضار في مصر وهي اصغر محطة عندنا في الخطة بتاعتنا. طيب انا معايا على الهاتف العالم الكبير الدكتور عادل الغندور الخبير في المجال الزراعي. برحب بحضرتك يا دكتور عادل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا بيشرفني في الاستوديو المهندس اشرف فؤاد مساعد رئيس مجلس اداره الشركه الوطنيه للزراعات المحميه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. سياق الحديث اتكلمنا عن علماء مصر ومدى يعني تعاونهم مع هذه المشاريع وتقييمهم ايضا ليها. كيف ترى مشروع ال 100,000 فدان صوب زراعيه؟ والله هو حتميه بالنسبه لمصر في ضوء محدوديه الموارد ورغبتنا في زيادة الدخل القومي من خلال زراعة محاصيل عالية القيمة خاصة بالتصدير. وطبعا دي حاجة من الأساسيات المهمة جدا
بس طبعا لابد انها بنبقى حاطين هدف تصديري في الزراعات، وبرده والصادرات بالذات نشوف ايه الاسواق وايه الحاجات المطلوبه في الاسواق. انما يمكن المؤكد في انتاج المحاصيل الطن اللي بينتج من خلال الصور الزراعيه بياخد كميه ميه 10 كميه الميه لو انتج خارج. ايوه. فده طبعا بيدينا وبيتحنا حتى لو احنا بعد كده ممكن هنلجا الى تحليه مياه البحر وتكاليف المياه العاليه، فملهاش حل غير المحميات. ومصر بالمساحه اللي حضرتك ذكرتها، احنا النهارده الدوله نمره واحد او نمره اثنين في العالم، ونمره واحد في قاره افريقيا واوروبا بالنسبه لمساحه الصوت. بالنسبة لمساحة الصوب لما تتم ال 100,000 صوبر، لأن أكبر دولة إسبانيا 42,000 هكتار، اللي هم إحنا حاليا دلوقتي داخلين على 43,000 هكتار. أيوه. بالنسبة لإنتاج الصوبة، يعني أنا النهاردة الإنتاجية هتتضاعف، الفدان في الصوبة بيديني قد إيه؟ فدان صوبة زراعية بالنسبة للأرض المكشوفة. حضرتك هقول لحضرتك حاجة، هي الصوب اللي هو طبعا بيتكلموا عنها دي صوبة فيها تحكم في المناخ. انتاجيتها انتاجيتنا احنا في الصوب مثلا اللي هي العاديه في الحقل الخارجي بنجيب 30 طن 35 طن، ده يعني كانتاج عالي قوي في الارض المكشوفه. ايوه. في الصوب اللي هي بدون تحكم في درجات الحراره والرطوبه بنتكلم من 80 ل 100 طن للفدان. انا بتكلم على الطماطم والخيار. تمام. بالنسبه للجو المعدل وصلوا الى 600 طن من الفدان. 600 طن للفدان الواحد؟ 600 طن في السنة من الفدان الواحد. 600 طن في السنة. 600. ايوه 600، ما ده رقم فعلا يعني ده نفتخر بيه ان احنا علاوة بقى على ان في محاصيل اشد عالية القيمة بقى، مش بالطن بس كقيمة، زي الفراولة. ايوه. ممكن بتاخد يمكن يضعف يا ثلاث اضعاف الانتاج في الخارج لو بننتج اللي هي الخاص الايسبرج لتس او اللي هي الورقيات. أيوة. تبقى طبعا فده في حتميه، والتكنولوجيات وهتدي فرص عمل زي ما بيذكر عندك في محطات التعبئه وفي الانتاج، لان شغل الصوف يحتاج ايد عامله كتيره، فطبعا هيحل مشكلتين. أيوة. الدخل القومي بزياده الدخل من صادرات الصوف، وانه بيدي فرص عمل للشباب، واحنا عندنا مشكله لابد ان احنا نعالجها. طب سؤال برضو مهم، حضرتك خبير في زراعه المانجو، وهذا المحصول بيتعرض في فصل الشتاء للصقيع، اخباره هتبقى ايه مع الصوبة الزراعيه؟ ممكن ينجح والمردود الاقتصادي؟ والله ده موضوع هشرح لك. في اليابان بينتجوا المانجا في صور في أي. بعض بلاد اللي هي البرد، واقتصادياته عاليه لان سعره عالي. انما اما بنتكلم على المانجا في العموم، المانجا عندنا مش محصول تصديري، هو اساسا السوق المحلي سعره في السوق المحلي اكتر من السوق الخارجي. صح. يمكن انتاج المانجا في البرازيل وفي اسمها اللي شمالها برضو وفي باكستان، ده كله بتبقى بيزرع على ميه المطر، سعره العالمي ما هوش غالي زيه زي الموز. ايوه. فهو مش في حاجه ان انا اصدره. بالضبط. يعني ما لناش ميزه في انتاجه، بس هو ثمنه محليا عالي، يعني الناس بتنتج، هيبقى مرضي للمستثمر وموجود للمواطن. بالظبط كده. مع مشاكله بقى الكبيره، سنه يشيل وسنه ما يشيلش، حضرتك الاصناف الجديده. حضرتك زرت احد المواقع بالنسبه للزراعات المحميه اللي بتنفذها الدوله؟ طبعا طبعا. تقييمك يعني ايه طبعاً لجوده التنفيذ نفسه والمواد المستخدمه وتقنيه الشغل داخل هذه الصوب؟ حشر على سعادتك حاجه، هم طبيعي في نهى وفي خبرة جم مع الصوب اعتقد سواء من الصين او من اسبانيا، وفي بالنسبه في صوب عاملاها الهيئه العربيه للتصنيع، في خبرة كمان من هولندا وحققوا الانتاجيات العاليه. بس طبعا احنا دلوقتي اللي انا بطالب بيه ان ده مشروع قومي، لابد نجاحه، لابد مراكز البحوث تشتغل، الجامعات انها تطلع ناس فاهمه في عمليه التحكم، لانها مش موضوع ده، فيها تكنولوجيات خاصه بالتسميد والري والالكترونيات والتشغيل، عمليات زراعيه تختلف تماما عن الشغل في الخارج. ايوه. فده دور، وده يمكن اللي انا بقول دوركم كقناه زراعيه، لابد انكم تركزوا على هذه العمليات وتعملوا حتى برامج تدريب للشباب اللي هيشتغل فيها.
احنا بقى لنا فتره فعلا بنتابع هذا الملف بقوه، علشان هو ده المستقبل، ان احنا ازاي نزود انتاجنا من هذه الموارد المحدوده. وانا بدعو حضرتك ان شاء الله الاسبوع القادم تكون ضيفي، نتكلم عن هذه التقنيات باستفاضه اكتر على الهواء مباشره. اهلا وسهلا. الفتره اللي جايه عليك عبء كبير جدا، وانت من الناس اللي انا يعني بقدرها واحترمها. ده شرف ليا يا معالي. ده صحيح. بشكرك يا دكتور عادل، بشكرك. وتقديرك كان الاسبوع اللي فات كان حاجه هايله نفخر بيها، وزادني شرف ان حضرتك كنت موجود وفرحني يعني. يا فندم الله يسلمك. بشكرك دكتور عادل الغدور خبير الزراعي، بشكر حضرتك. دي شهاده من علمائنا اللي ايديهم بايدينا، اللي بيحبوا مصر تنجح. ذكر بعض المحاصيل زي الفراوله وقال دي فيها ميزه ونقدر نصدر، اخبارها ايه معانا؟ احنا عملنا دراسه عن البلو بيري وعن الفراوله، وعملنا بعض التجارب يعني على انشاء الفراوله، والفراوله بالذات ليها ستراكشر مختلف جوه الصوبه بيتم انشائه. هي في الاعتبار وفي الدراسه، بس احنا دلوقتي في مرحله يعني بندشن المشروعات، مش ما وصلناش لمرحلة التغيير، بس هي في البال وفي ناس مختصة في الموضوع ده قوي. مش بس بقى محاصيل، كمان ده طرق زراعة زي الهيدروبونيك، وزي وصلنا عندنا ناس مختصين في الايروبونيك كمان، بس لسه ده كله منزلش لواقع التنفيذ. أيوة. بالشكل التجاري هو بحثي وتجريبي، لكن هو شغال وفي الاعتبار، ويمكن ليه محمد بيهتم بيها جدا الحاجات دي. لكن من ضمن العقلانية وجودة الإدارة إن ما بيندفعش في تنفيذ الحاجات دي إلا بعد دراسة متأنية، يعني لأن تكلفتها كبيرة. مش لا، هي تكلفة كبيرة، لكن بعد نجاحها هتبقى نتيجة مبهرة جدا، مهم جدا. تمام. وأقل بقى معدل يعني الدكتور عادل قال العشر في المية والكلام ده، ما هو ده فعلا حقيقي. أنا اتكلمت عن أقل فارق. أيوة. لكن في طرق زراعة زي ما قلت لحضرتك، الهيدروبونيك بقى والحاجات دي، الإيروبونيك ده هيبقى شبه ما فيش مية. هي دي هتبقى طفرة جديدة. بالظبط. يعني هتدي احتياجات النبات بمقنن محسوب. تمام. بالدقة، بكل دقة. بالظبط. الهيئة العربية للتصنيع قامت بدور كبير جدا في تنفيذ الصوب، وخصوصا انا شفت البيوت الزجاجية يعني رائعة. دي تم تنفيذها داخل المشاريع ولا ما احتاجناش للزجاجية؟ لا، احنا مشروعنا مش بحثي تجريبي في المقام الاول. هو مشروع طبعا في جانب ابحاث وتجارب عندنا، وكل حاجه اتدرست، والمجموعه اللي عندنا سافرت هولندا وسافرت اسبانيا، ولقوا يعني ما احتاجوش يعملوا التجربه، لان زي ما قلت لسيادتك انا مش محتاج ازاز هنا في مصر اطلاقا. فروق درجه الحراره عندي يعني حتى في فصل الشتاء، لا فروق درجه، اقل درجه حراره عندنا في الشتاء بتبقى كام يعني؟ 3 درجة حرارة 3. الصوب اللي عندي محسوب لها، ما هم قبل ما يصمموا الصوب دي اتخذت بيانات المينيمم تمبريتشر في المنطقة دي بالذات كام، ومعدات التدفئة هتوصلني لدرجة الحرارة اللي تعمل على نمو النبات، وما تدينيش فرق درجة حرارة بالليل والنهار اللي توقف النمو. ما هو اللي بيوقف درجة حرارة نمو المنتج فرق الحرارة بين الليل والنهار غالبا. صح. بيوقف الفلفل، بيوقف الفاصوليا، الكلام ده كل ده اتحسب واتدرس، لان التركيبة الحالية هي انسب حاجة. الفرق الازاز او الاكريليك او الحاجات التانية دي عن البلاستيك مبالغ طائله، يعني مش بالبساطه تخلي دي المشروع يبقى اقتصادي. يبقى انا في غنى عنها علشان طبعا اقلل في التكلفه. دي من نعمه ربنا علينا ان مصر على فكره أخذ. بالنسبه للعالم هي صوبه. انا بس بحتاج اعدل درجات الحراره حاجات بسيطه، وده نقدر نحققه من خلال الصوب العاديه، من خلال الصوب الموجوده حاليا. طيب التسويق عليه عامل كبير قوي. انا ممكن انجح وما اعرفش اسوق المنتج، وده بيحصل للاسف عند الفلاح، بيشتغل وبيزرع بس ما بيعرفش يبيع منتجه. حضرتك ذكرت اكتر من نقطه، احنا الحمد لله عندنا اسطول سيارات تابع للشركه، عندنا محطات ابتدينا خلاص في تشغيلها للفرز. تمام. وللتعبئه، فدي هتقلل من الهدر. انا عايز اقول الشباب يستفيد ازاي النهارده؟ لو في شاب خريج زراعه بيشوفني وعاوز يشتغل في احد هذه المشاريع، ايه الاجراءات اللي يقوم بيها؟ احنا بالفعل في اوقات معينه بنفتح الباب لتقديم الاوراق، وعندنا كميه من الطلبات. عندنا إدارة شؤون عاملين يعني واعية جدا جدا بتهتم بالأوراق، بيتم تصنيف الأوراق دي والمؤهلات بتاعتهم، وأول ما بيحصل فتح أو احتياج بيجوا بياخدوا دورة تدريبية وبدأوا يشتغلوا. والأعداد اللي الموظفة واللي بتشتغل حاليا أعداد كبيرة، مش قليلة. أي. بس حضرتك بدأت بحاجة مهمة جدا أنا كنت أحب أتكلم فيها، حكاية الفترة من الحصاد للتسويق والهدر اللي بيحصل في المنتج. من اهم العلوم اللي بتدرس في العالم في الدول المهتمه بالزراعه البوست هارفست
ساينس اللي هو علوم ما بعد الحصاد، معاملات ما بعد الحصاد. معاملات ما بعد الحصاد. للأسف في مصر الموضوع ده مش واخد اهتمام كبير، عشان كده بيحصل هدر كبير جدا في المنتج. معروف جدا جد انه بيصل في الطماطم من 25 ل 30%، يمكن زمان مش دلوقتي. ده كان ليه سببين: اصناف الطماطم المزروعه اللي هي السوفت او الضعيفه مقارنه بالاصناف ذات الصلابه العاليه والشيلف لايف الطويل، دي نقطه. النقطه الثانيه طريقه التعامل مع المنتج، كانوا زمان بيسموها طريقه القرطاس والجاروف. ايوه دلوقتي احنا بدأنا بقى في الحتة دي فعلا، ان احنا نعمل محطات فرز وتعبئة بتعبي وتنزل للمواطن العادي مش للتصدير وبس. المحطات عندنا هتبقى يعني اللي تم اقامتها واللي تحت الانشاء هتبقى مساحتها وامكانياتها واحجام العمل فيها كبيرة جدا بحيث تغطي للسوق المحلي. انا بطلع منتج معروف بقى علميا ان الثمرة بتقطف في احسن حالتها. لا يمكن انك تعمل تحسين للثمره بعد القطف. اللي بيحصل لها ديجريديشن طبيعي سببه ارتفاع معدل التنفس. صح. لما بيحصل ارتفاع معدل التنفس بيحصل هدم وبيحصل ديتيريوريشن للثمره. الكلام ده انا بوقفه من خلال عده عوامل: التحكم في درجه الحراره، في الرطوبه، في المحتوى الغازي في المحيط اللي حوالين الثمره. المحتوى الغازي ده يعني اقلل غاز الاسيلين اللي هو هرمون النضج الى اقل درجه ممكنه، واتحكم في فرق في النسبه بين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. كل محصول ليه اتموسفير معين انا بحاول ان انا اتحكم فيه. لو قدرنا نوصل لده هخلي المنتج ياخد اطول شيلف لايف ممكن، سواء للتصدير او للسوق المحلي. من اخر الحاجات اللي هي الكنترولد اتموسفير تريتمنت اللي هي بتتعمل اكياس معينه مثقبه فيها بيرفوريشن بنسب معينه لكل محصول بتختلف. أيوة. العمليه دي بتحافظ على نسبه ثاني اكسيد الكربون او معدل التنفس بتاع الثمره الطويل والاطول. الحاجه الثانيه التحكم في درجه الحراره. انا عندي طاقات تخزينيه مبرده عاليه جدا، عربيات اللي بتنزل دي عربيات مبرده، فانا من هنا ممكن اتحكم في ان انا اخلي الهدر او الفقد في المحصول صفر تقريبا. ما ابتديناش نربط روحنا بتصنيع؟ يعني ان انا مثلا الطماطم تجفيفها دي لسه ما ابتديناش فيها. والله تجفيفها دي بالذات تحت الدراسه وما راحتش من ذهن الاستاذ لو محمد، ومن اول ما بدانا المشروع هو بيفكر في التجفيف. بس احب اقول لحضرتك معلومه: منتج الصوب صعب جدا يخش في التصنيع التقليدي اللي هو طب هتكلم عن منتج الصوب بس. الحاج عبد الله معانا بقاله فتره عايز يتكلم مع حضرتك. اتفضل يا حاج عبد الله من كفر الشيخ. اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. انا بشكرك والله يا استاذ على الحلقه الجميله اللي حضرتك العفو اللي انت بتتكلموا فيها النهارده. أيوة. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على ال 100,000 الصوب الزراعيه. بقول لك ان انا من كفر الشيخ، المنطقه كلها عامله صوب زراعيه. والله لو جبت الكاميرا بتاع حضرتك وشفت الصوب الزراعيه اللي عندنا، كانت ناس بتزرع محاصيل من اللي هي العاديه، ترى كل المنطقه كلها زرعه محاصيل بالصوب الزراعيه، الصوب صغيره. يعني الدنيا كانت الاراضي الزراعيه مفتوحه، دلوقتي كله بيتجه للصوب. كلها اناناس وبطيخ وكنتالوب وخيار وجميع وطماطم، طماطم كمان عاملينها بالصوبه. حاجه تفرح والله يا بطيخ. حضرتك منين في كفر الشيخ؟ من مركز بلطيم قريه الزهراء. اهلا بيك. انا اي اتفضل. اتفضل حضرتك. بقول لك احنا عندنا المنطقه، لو جبت حضرتك كاميرا وشفتها، المنطقه كلها مسمعات بيضاء دلوقتي. ايوه كل المنطقه مسمعات بيضاء وجميع الزراعات. يعني احنا بنستند برضه مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي برضه في مشروع الصوب الزراعي. هو خلي بالك يعني دايما الدوله بتنفذ مشاريع عشان تبقى نموذج للناس، يعني الدوله بتوري لك حاجه تقول احنا عايزين نتوسع فيه عشان الكل يستفيد. بس انا عندي مشكله برضه. طب قولها لي. اتفضل. انا خايف المنطقه كلها صوب السنه دي، خايف في وقت التسويق ما يبقى يقفلوا علينا التصدير والدنيا تبوظ. بقى التصدير انت عارف دلوقتي في حاجه اسمها الكود للاراضي اللي هتصدر، وبيبقى في تعاقد مع المحطات التصدير. ان شاء الله الاسبوع القادم انا هعمل حلقه مخصوص عن التصدير وعن اجراءات التصدير. المنطقه عندنا السنابل كلها، يعني انت عارف انت زارع ايه بالظبط؟ زارع ايه؟ احنا زارعين اناناس مش كانتالوب، اناناس وبطيخ مطعوم وبطيخ بيض، يعني في بطيخ انواع مطعوم. عارف تمام. واخد بال حضرتك. وزارعين خيار وزارعين طماطم برضه. يعني عندكم خير كتير. بشكرك وربنا يوفقكم. يعني انا فعلا زي ما بقول النموذج مهم.
انتوا قدمتم نموذج للناس. احنا الصوب عندنا من زمان على فكره، تمام. يعني بقى لها فتره طويله بس ما حدش كان بيهتم بيها بهذه الدرجه، وكانت متهمه زي ما انا قلت في اول الحلقه ان محاصيل الصوبه غير جيده الجوده. وفي حاجه تانية هتظهر بعد كده زي ما الحاج كان بيتكلم هيحس بيها قريب، اللي هي الكادرات والكفاءات القادره على اداره المشروعات دي. ايوه احنا اللي هيطلع من عندنا كميه مهندسين كبيره جدا بتشتغل معانا، قد ان بعضهم يخرج يشتغل في القطاع الخاص بعد كده او ينزل، فالمشروع بيخدم الاقتصاد الزراعي بشكل عام، ان عمليه التدريب والتعليم والكفاءات دي هتطلع للقطاع الخاص او هتطلع لبلادهم اللي هم جايين يعني بشكل او باخر، هيتوفر كادرات وكفاءات عاليه جدا في اداره مشروعات الصوب. النهارده في شباب عنده حلم ان هو يعمل حاجه لبلده، والموضوع ما بقاش مجرد مهنه، تمام. لا ده بقى مشروع كبير، مشروع ممكن يحقق دخل وربح. هل لو احنا حبينا كفكر تعاوني جماعي في احد المحافظات ان انتم تعاونوهم بالخبره وبالامكانيات ان هم يبتدوا مشاريعهم، ممكن تتواصلوا معاهم تساندوهم في البدايه؟ كطبيعه عمل عندنا في الشركات او في المشروعات تبع القوات المسلحه، اي فكره زي دي بتعرض بتدرس، يعني بيبقى يعني في جوانب بتاثر في محددات لتنفيذها، في محددات، فاحنا لازم هنعرض الفكره طبعا يعني انا ممكن انا بدعو النهارده من خلال شاشه مصر الزراعيه، احنا عندنا شباب كتير بيكلمني بيقول انا عايز اشتغل. طب يا جماعه جمعوا روحكم وانا اوصل الرساله بتاعتكم للبشمهندس ونبتدي نشوف ازاي ان احنا نبتدي مشروعنا، نشوف جهه تمولنا، الخبرات موجوده، الكفاءات اللي ممكن تساعدكم موجوده، ايدينا في ايدين بعض، المهم ان احنا نتحرك. الحاج عبد الله قال كم جزئيه مهمه مش هعديهم، قال لي انا بزرع اناناس مش بزرع كنتالوب، بزرع بطيخ مطعوم ببذر ومن غير بذر. فالنهارده الفلاح نفسه شاطر. احنا السلعه زي سلعه محصول زي محصول البطيخ، هو عارف ان ده هيزرعه علشان يا اما يصدره، وبيقول لك انا خايف وقت التصدير ما اعرفش اصدر. احنا واحنا بنشتغل عندنا قائمه بالمحاصيل الاكثر طلبا في الاسواق العالميه والاعلى قيمه نقديه علشان نبتدي بزراعتها؟ طبعا. للاسف انه المحاصيل اللي هو بيقول عليها دي بعض المصدرين كانوا بيدوروا عليها مش لاقيينها. ايوه. بس ليه بقى؟ في بطيخ كتير بس مش كله قابل للتصدير، هم بره ليهم مواصفات معينه. اهمها الحجم. الحجم في البطيخ ده مشكله كبيره جدا. السنه اللي فاتت كنا بندور، مش احنا مش الشركه بتاعتنا، كان بعض المصدرين بيدوروا على بطيخ بمواصفه معينه مش لاقيينه، نسبه الفرز بتاعته كانت بتبقى عاليه جدا عشان يطلع الحجم اللي هو عاوزه، ده غير موضوع ايه متبقيات المبيدات. فهو لو عنده المنتج الصالح للتصدير فعلا هيلاقي المصدرين اللي ياخدوه منه، او هيلاقي الاسواق اللي طالباه، سواء دول عربيه او اوروبا كانت مطلوبه بكميات كبيره. دول اوروبا الشرقيه طالبه بطيخ، الطماطم النهارده طماطم اللي هي الصلبه بتاعت الصوب دي، مش عايز اقول لحضرتك يعني في شركه اماراتيه كانت يعني بتتكلم على 50 طن يوميا، 50 طن، 2 كونتينر او 3 كونتينر مفيش مشكله ما شاء الله. طيب انا معايا الدكتوره دعاء من السويس، اتفضلي. السلام عليكم. طبعا انا بحب اشيد بالمشروع يعني، وبحب اشكر بشكر اشرف على المجهودات المبذوله، بس كنت عايزه اسال بخصوص احنا هنا في محافظه السويس المنتجات دي مش بتوصل لنا، فاحنا نفسنا في الفتره اللي جايه ان المنتجات دي يعني حتى لو تتوفر في اسواق بدر هي تبع الجيش تبقى حاجه بالنسبه لنا كويسه، علشان احنا نفسنا نستخدم المنتجات دي لانها اكثر امانا كمان بالنسبه للاطفال، ان احنا بنبقى مطمنين ان الاسمده اللي داخله نوعيتها ايه وان الخامه دي اتعملت ازاي. فاحنا بنتمنى ان في الفتره اللي جايه نلاقي المنتجات دي متوفره عندنا هنا في محافظه السويس، ويا ريت يبقى معروف احنا هتبقى تتوفر فين وامتى ان شاء الله. وبكرر شكري مره ثانيه وبشكر باشمهندس اشرف جدا يعني على مجهودات المبذوله. بشكر حضرتك يا دكتوره. ماشي يا فندم. سلام عليكم. خريطه التسويق خطتنا ماشيه ازاي؟ اشمعنى السويس؟ هو احنا طبعا في مشروع قريب من السويس اللي هو مشروع الامل، مشروع ابو سلطان يعتبر لحد ما قريب من السويس. عمليه التسويق دي هتبدا بانتشار بطريقه زي الشعاع، يعني بنبدا من الاقرب، فالسويس تعتبر قريبه من بعض المواقع. مع زياده الانتاج في الفتره اللي جايه، احنا دلوقتي ما بنتجش بكل طاقتنا، عمليه الزراعه بتبدا على مراحل، يعني مرحله شتل وبعدين مرحله النمو الخضري وبعدين يبدا بعد كده المنحنيات كلها هتتقابل عند قمه المنحنى في الانتاج للمواقع المختلفه، هتلاقي حضرتك الانتاج ده انتشر بدرجه كبيره جدا جدا. احنا دلوقتي منتشرين في المناطق القريبه شويه، هيوصل للسويس طبعا في يوم من الايام، لان مش احنا بس اللي بنسوق، بقيه شركات الجهاز سيارات التسويق بتاعتها بتاخد جزء من المنتج بتاعنا في منافس تسويق الجهاز بالكامل، جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه.
لان هو الجهاز بيستهدف يعني توصيل المنتجات للمواطنين بجودة عالية وبأسعار رخيصة، وده النشاط اللي الجهاز ملموس فيه من زمان وبيقوم بيه بنجاح عالي جدا جدا في منتجات أخرى مش موضوعنا، فانضمت المنتجات بتاعتنا ليها. صح. فمع الوقت وعلى زمن قريب جدا جدا هتلاقي الحاجات دي انتشرت في كل مكان. الأراضي الزراعية بيطلع منها مخلفات حقلية. تمام. والصوبة هيطلع منها مخلفات حقلية، ودي ثروة تانية. عملتوا بيها إيه؟ حاليا بيتم دراسة وهيبدأ تنفيذ مشروع الكومبوست. لكن ما كانش ينفع نعمل الكومبوست مع بداية إنشاء الصوب لأنه ما عنديش مخلفات تصلح بالكمية الكبيرة، لكن بيتم حاليا دراسة مشروع الكومبوست ده بجدية شديدة جدا، وهيبقى فيه طبعا محطات إنتاج كومبوست في كل موقع. أنا سعيد لأن أنتم بتشتغلوا فكر وبتخطيط. أنا كل ما بدخل في ملف، وكل ملف اللي اتكلمنا فيه ممكن ياخد ساعات طويلة، لكن إحنا عايزين نجمع الموضوع للمشاهد. اتكلمنا عن الأماكن، تنفيذ الصوب، نوعية المواد المستخدمة، المحاصيل، التسويق، حتى المخلفات الحقلية وجودة المنتج نفسه. أتمنى أن احنا ناخد الفكر ده اللي الدولة بتقوم بيه وبتنفذه، وكل مزارع يعتبر أن هو ده النموذج اللي أنا هشتغل بيه، بدل ما أنا بستهلك مياه كتيرة ودي بتسبب عبء اقتصادي للمزارع، إصراف في استخدام الأسمدة، عاوز أزود الإنتاج عندي. طب ما تيلا يا جماعة، أولادنا اللي هم بيقولوا مش لاقيين شغل وبيضطروا أن هم يسافروا بره، ما تيجي نعمل لهم المشروع في أرضهم. ما تيجي بدل ما انا بجمع له فلوس وبعمل جمعيه وبحوش عشان اديله حق التذكره اللي يسافر بيها، اعمل له مشروع في الارض. والامكانيات موجوده والخبره موجوده، واحنا كمصريين بنحب البلد، اعلام هيساند، علماء مصر هيساعدوا، الاجهزه المختلفه في الدوله. يعني حضرتك شرفتني، وده يعني يعتبر اللقاء الاول، لان احنا لسه عايزين نستكمل هذه المسيره معاكم، لان هي مسيره فخر لكل المصريين. بشكر حضرتك المهندس اشرف محمد فؤاد، مساعد رئيس مجلس اداره الشركه الوطنيه للزراعات المحميه، نورتني. شكرا. مشاهدي برنامج زراعي مباشر، بشكر حضراتكم والى اللقاء.